اهلا وسهلا من جديد كل الناس اللي بيتابعنا وبترافقنا عبر صباح الشروق، متواصلين معكم وجينا لوحده من الفقرات الاستضافيه والطرق الصوفيه والتصوف والتدين واهل التقابه والقران. لما احنا نقول التقابه والقران بنكون قاصدين الخلاوه، وفي الخلاوه بنكون قاصدين خلاوه معينه معروفين بانهم بيخرجوا لنا طلبه حفظوا القران الكريم، بنلقاهم ائمه للمساجد، بنلقاهم في كثير من المحافل الدينيه المختلفه، مشرفين السودان، رافعين اسم السودان عالميا. ونحن في حضرة الآن أحد الشيوخ اللي هو ضيفي الآن داخل الاستوديو، سعيدة أن يكون معي الشيخ التوم الشيخ عبد الرحيم البرعي، إمام وخطيب مسجد الشيخ عبد الرحيم البرعي بحي المجاهدين. أهلا وسهلا بك وصباح الخير عليك. أهلا بكم وبالسادة المشاهدين الكرام. أهلا بك شيخ عبد شيخ التوم. لما نقول شيخ ده معناه بنفتكره زول كبير. شيخ التوم الليلة يا جماعة شيخنا صغير يعني، ودي من محبة كبيرة لأنه زول يصل في مرحلة زي دي يكون إمام مسجد وخطيب. شيخ التوم أنت من الزريبة وحفيد البرعي، ابن الشيخ عبد الرحيم، ابن الشيخ عبد الرحيم البرعي. ما شاء الله تبارك الله، الصغار ما شاء الله، قوة الصالحين تمتد إلى مشيبه إن شاء الله. اللهم لك الحمد. شيخ التوم خلينا نشوف الكريدة عندها كمان محبة خاصة وزيارة خاصة لكل المريدين والمحبين. الكريدة عندها سنويا الناس بيجوا الكريدة عشان ما يقيموا ليلة قد تكون أو ليالي مختلفة بيسموها. خلينا نتكلم عن زيارة بتاعت الكريدة شيخ الكريدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كعادة المتصوفة والصوفية أنهم اشتهروا بنشر التسامح ونشر المحبة ونشر التواصل والتزاور في الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن ضمن هذا التزاور درج أبواتنا أبونا الشيخ محمد وقيع الله منذ أكثر من 100 عام بزيارة شيخه ومربي روحه الشيخ عمر رجل الكريدة في النيل الأبيض غرب. نعم. غرب الكوة. هذه الزيارة وإن كانت بدأت صغيرا في ظاهرها، ولكنها هي متصلة بحبل الله عز وجل، لأنها زيارة في الله ومحبة في الله ورسوله. لذلك هذه الزيارة مستمرة منذ ذلك العهد، منذ أن كانوا يذهبون بالدواب ويذهبون يسيرون برجالا وركبانا. نعم. إلى أن امتدت ووصلت حتى أن يأتوا الناس بالطائرات في الزمن الحديث. هذه الزيارة قديمة كما ذكرنا ومستمرة، وطور من معناها ومن حقيقتها أبونا الشيخ عبد الرحيم البرعي عليه رحمة الله. وما زال الخلف يسير على نهج السلف والحمد لله. الحمد لله. شيخ التوم خلينا نشوف زيارتكم ذات للكريدة، 200 بتمشوا، بتقعدوا كم يوم هناك في الكريدة؟ هذه الزيارة ليس لها زمان محدد، وإنما مربوطة بموسم الخريف. هي تأتي عادة بعد أن يحصدوا الناس المشاريع وبعد أن يخلصوا من، لذلك هي ليس لها زمان محدد. هذه في هذا العام تصادف زيارة الكريدة شهر عظيم وشهر مبارك، شهر رجب، شهر من أشهر الله الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ونحن في شهر حرام. لذلك تصادف زيارة الكريدة في هذا العام بركة في الوقت، لأنها في زمن مبارك. نعم. وفي شهر محرم، الأعمال فيه مضاعفة والأجور فيه مضاعفة. وزيارة الكريدة تأتي عادة أو يذهب الناس عادة، يتحرك الموكب بقيادة الخليفة الآن الشيخ الفاتح، نسأل الله له الحفظ والرعاية من الزريبة هناك والتوفيق، يتحركوا من الزريبة. نعم. في صباح السبت الباكر. في الغالب يصلون بعد الظهر أو مع صلاة العصر إلى الكريدة. الشيخ من الكريدة، شيخ الفاتح من زريبة الشيخ البرعي، بيتحرك في محطات معينة، بيكون في ناس منتظرين برضو، بتكون في محطة أولى فيها إفطار وتجمع أولي في منطقة هي في الخلا، ولكن فيها دونكي يسمى بدونكي اللمين. نعم. أخونا شيخ اللمين ربنا يحفظه ويحفظ أبنائه. آمين يا رب. والشيخ الغالي ولده ما شاء الله. هذه المحطة الأولى، بعد ذلك الناس يذهبون إلى الدويم. عادة ما يكون فيها توقف، ولكن قليلا، ربما بالتزود بالوقود أو الماء بالزاد عموما. نعم. بعد ذلك يتجمع الناس في محطة بعد
ومجر في حتة تسمى بالردمية. هذه المحطة يتجمع فيها الزوار من الزريبة ومن خارج الزريبة، لأنه هنالك وفود تتحرك من النيل الأبيض في أيوة كل الولايات المختلفة، ومن يعني عطبرة أخونا الشيخ أبو بكر، ومن بورسودان أخواننا الأحباب يتحركوا من بورسودان، وإن كان بورسودان بيتحركوا من الجمعة لأنه مسافتهم بعيدة، ومن مدني، والوفد الكبير يتحرك من الدرمان، يتحركون من الدرمان ومن ولاية الخرطوم. كل التجمعات دي بتتجمع في يتجمعوا في المنطقة دي اللي اسمها الردمية دي، يصلوا فيها الظهر والعصر لأنهم على سفر، يصلوا فيها جمع وقصر، وبعد ذلك يدخل الموكب بمشهد مهيب يا سلام. تظهر فيه المحبة ويظهر فيه تسامح الصوفية، لأن زيارة الكريدة ليست للطريقة السمانية وحدها وليست لمشيخة الزريبة وحدها، جمعت كل الطرق، وإنما توسعت حتى شملت الأحباب من خارج الطرق ومن خارج المشارب الجنيدية أو المشرب الجنيدي أو المشرب الصوفي. يا سلام. لذلك تظهر فيها المحبة، محبة المحبة، المحبة الكبيرة احنا شفناها بتكون بالجلالة وبالتكبير وبالتهليل أولا تظهر فيها محبة الله عز وجل بالإكثار من ذكر الله، تظهر فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة والسلام عليه وبالإكثار من مدحه، تظهر فيها محبة أولياء الله الصالحين بزيارتهم والدعاء عندهم، يدعون الله عز وجل في حضرتهم ويسألونهم أن يسألوا الله لهم الدعاء، يظهر فيها تسامح الأحباب والإخوان فيما بينهم، لأنه عادة قد يكون عندك أخوك ممكن السنة كلها ما لقيته تجي في المناسبة لأنها مجمع كبير جدا. يا سلام شيخ التوم، خلينا نشوف نحن ذاتنا عدد أيام الزيارة، يعني الناس بتقعد كم يوم في الكريدة؟ الكريدة بيقعدوا فيها اليوم الأول اللي هو يوم السبت ببيته، وببيته فيها يوم الأحد. اليوم الأحد بكون غالبا ليلة كبيرة ومحاضرات دينية وجلسات في المديح. يتحرك الموكب صباح الاثنين إلى مدينة الشبشة، شبش الشيخ برير، الشيخ برير وكما بيقول المثل أكرم شبشة عشان برير، عشان صار برير. مثل متداول بين الناس، شبشة الشيخ برير هي كذلك منطقة في جنوب في شمال مدينة الديوان. حوالي الساعة من الكريدة أو الساعة ونص يتحرك الموكب ويدخلون إلى مدينة الشبشة حوالي الظهر، ويظهر فيها الكرم الفياض. يا سلام يا سلام، الكرم المعنوي والكرم الحسي. يا سلام، كل البيوت فاتحة على مشراعيها لاستقبال الضيوف، استقبال للضيوف، ما ما زول ما بتعرفه، صحيح بتجي وبتنزل. وحصلت قصة طريفة ممكن نذكرها في عجالة، خلينا نقولها، انه عندنا اخواننا ما بدوروا الزيارات وما بدوروا الصالحين معروفين لديكم بدون ما نذكر اسمهم. فكان بسب المشايخ وبسب ما بيكره يعني. فلما جات الزياره قفل باب بيته وطبله بالطبله، لا حول الله، وقعد مع اولاده جوا. فجو الزوار لقوا البيت، واحد التابق بفوق هم كانوا راكبين في لوري، لقى الديوان فاضي، عنده الديوان فاضي معناها ما في ناس جوا. ايوه، تلبوا فتحوا الباب ودخلوا الحمام وما شاء الله، وجو الزول ده لقى الهدوم مشرورات والناس قال عليك الله، جيب لنا شاحن وجيب لنا قهوه، ماشي جاب بهمتين ضبحن. يا الله، لما مرته سالته قلت له شنو يا اخي انت الناس دي طول السنه بتحذرنا منهم، قال لها الناس اللي شافتهم عيني دي ما ناس بردوه. يا الله، لانه افتكروا الحاله واحده وجعلوها واحده، ف دي كذلك من نشر المحبه. يعني يا سلام يا شيخ التوم، جيتك وزيارتك لنا اليوم هي ذات نوع من المحبه، وشرف لنا كذلك، وشرف لنا نحن، نحن بنسمع ذات الكريدة غرب النيل. أنا ناوي لشيخنا المغام جميل، نظم أخونا المبدع الشيخ يوسف إبراهيم، فالمغام الجميل ده إن شاء الله يطيب بكم ويطيب بكل الزوار اللي بيزوروا الكريدة، وإن شاء الله تقضوا ليالي مختلفة. وكذلك في هذه المناسبة ندعو الأحباب جميعا والزوار والمريدين أولا بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى تخرج بلادنا من هذه المحنة التي هي فيها، ومن هذا الغلاء الذي استفحل، ومن هذا البلاء الذي انتشر. آمين. ومن كل البلاوي حتى تظل بلادا آمنة مطمئنة. آمين. سخاء رخاء، دار عز ودار إسلام يا رب. آمين العالمين. يا رب العالمين. الأحباب جميعا أن يتضرعوا إلى الله. آمين. في هذه الليالي الكريمة، ليالي الزيارة وليالي رجب عموما، نتمنى إن شاء الله. شيخ التوم، نحن شاكرين ومقدرين لوجودك اليوم، الشيخ التوم الشيخ عبد الرحيم البرعي إمام وخطيب مسجد الشيخ عبد الرحيم البرعي بحي المجاهدين، نشوفك إن شاء الله من صباحات مختلفة أو إطلالة مختلفة عبر هذا الصباح من الشروق. شاكرين ومقدرين لكل الناس
اللي تابعتنا ورافقتنا ونتواصل معكم فاصل قصير نرجع الكنترول ومن بعد نعاول استضافاتنا عبر صباح الشروق. ابقوا معنا.